التفاصيل اكتر، لان في حول البطوله دي حاجات كتيره جدا، يعني الاهتمام الاعلامي اللي اختلف برضو بشكل كبير، التهنئه اللي جت من سياده الرئيس، كل دي محاور اكيد انا وكريم حابين نتكلم حضرتك فيها. لكن لو اتكلمنا عن فكره هنا الماتش تحديدا بتاع سلوفينيا وما هو قادم للدنمارك، زي ما حضرتك قلت احنا بنتكلم عن بطل العالم عام 2019، وكمان عندهم اكتر او احسن او افضل حارس مرمى في العالم، يعني فهي هتبقى مباراه قويه جدا. ايه الاخطاء بقى حضرتك شايف في المباراه بتاعه سلوفينيا ممكن ان احنا يعني نخلي بالنا منها من وجهه نظرك؟ وفكره كمان ان البعض قال او بعض النقاد قال هو ليه التشكيل اصلا كان كده، يعني ليه بدانا باحمد هشام، ليه بدانا باحمد الاحمر، كنا نستنى شويه، يعني خلينا نعرف وجهه نظرك برضه. ان هي كانت بدايه، انا شايف ان هي بدايه طبيعيه جدا. هو احمد هشام تواجد بدايه المباراه لاصابه علي زين، بالظبط كانت اصابه علي زين في المباراه بيلاروسيا، فهو حب ان هو ما يجازفش بيه في بدايه المباراه، ان هو يبدا باحمد هشام، واحمد هشام ماشي بمستوى كويس جدا. انا شايف ان هي كان الضغط اللي كان موجود هو اللي خلى اطار الماتش يبدا بالشكل ده. شايف ان احمد الاحمر، انا طبعا شايف ان هي بدايه صح 100%. فرقه سلوفينيا فريق بيلعب نفس شكل اللعب بتاعنا، فاحنا محتاجين عناصر الخبره ان هي تبدا، يعني عندنا الاختراقات اكتر. الوضع الطبيعي ان هو المفروض لفرقه سلوفينيا، انا دي ما فيش اي اخطاء ان هي حصلت، ان هي كبدايه اللعيبه، ما انا شايف ان هي بدايه صح 100%. طب لو احنا اتكلمنا على الكامباك السريع في الشوط الثاني، اكيد ده كان نتيجه برضو خطا من مدرب سلوفينيا. انا برضو تابعت بعض التعليقات، فمن وجهه نظرك ايه هو الخطا اللي كان للمدرب او يحسب عليه؟ لا احنا هي ما نقولش خطا من مدرب، هو احنا الحمد لله كانت اللي فرق معانا كان في الدقيقه 5 من الشوط الثاني تحديدا، كانوا هم حصل ايقاف دقيقتين. احنا الفتره دي بالظبط الثلاث دقائق دول احنا قدرنا نرجع فيهم السكور، ان احنا قدرنا نقطع ثلاث كور، قدرنا ان احنا نسيطر على المباراه. كان عندهم سنتر هوف ده من احسن لعيبه في العالم بيلعب في نادي كيل، انا شايف ان هو خروجه هو ده اللي ادانا الدفعه ان هو اثر على الاداء بتاع سلوفينيا في الهجوم، فهو ده يعني اللي خلى شكل المباراه يختلف. واحنا لعبتنا زي ما بنقول في الهاندبول كده، ان هو لما بنبدا نسيطر على المباراه محدش بيقدر يقف قدامنا، وده اللي حصل وبان بالشكل ده، والحمد لله على النتيجه ان هي تعادل، دي حاجه بالنسبه لنا كويسه طبعا. طيب.